بمناسبة اليوم العالمي للتنصيب الأبيض والأسود اليوم حبينا يكون عندنا احتفال خاص وأيضا مميز من خلال إضافة مجموعة من الرسامين وأيضا المشتغلين بالأعمال اليدوية، إضافة إلى المعرض الأساسي اللي هو المعرض الفوتوغرافي اللي يتضمن 30 لوحة من أصل 530 عمل، وصلنا من أكثر من 100 فنان فوتوغرافي حول العالم. وبعد اختيار اللجنة الرصينة لهذه الأعمال التي عرضت حاليا في كلية الفنون الجميلة، إضافة إلى هناك بعض الأعمال اليدوية وأعمال الرسوم بمشاركة فريق شناشيل وأيضا فريق مختلفون اللي هم من الجهات العاملة في محافظة البصرة على مستوى إعادة الشباب وإعادة روح الفن إلى محافظتنا الجميلة البصرة.